انا 26 27 ويبتدي يقول لي انا عندي مشاكل ومش عارف ليه، وانا متخيلش ان انا هيبقى عندي مشكله. من ضمن الحاجات انت بتمارس عاده سريه عمري ما عملتها، انا بالنسبه لي بتبقى ده خبر مش حلو، لانك انت عدت بفترات احتياج شديد لافراغ الشهوه بتاعتك او افراغ الطاقه بتاعتك، وبقائها عندك لا ده بيعمل التهابات وبيعمل احتقانات وبيعمل حاجات كده. لكن كمان اللي يجي يقول لي اه ده انا كنت بحبها قوي، ده بعملها كتير، ده مش عارف ايه، برضو بيبقى نفس الامتعاض عندي والقلق، لانه بيبقى كده ارهق على الانسجه بتاعته زياده عن اللزوم، فبالتالي هتبقى محتاجه وقت ان هي تتعافى وترجع لاصلها. فدايما احنا بنقول احنا بنعمل الشباب يعني نقول لهم انتوا بتعملوا العاده السريه مسموح لكم بثلاث شروط. الشرط الاول عند الاحتياج الشديد وهو يقدر يحكم على الاحتياج ده كويس. الشرط الثاني انها تتعمل مره واحده عند الاحتياج، تبقى مره واحده مش بقى وكذا مره تريك كده ورا بعض. الشرط الثالث انها تتعمل بدون عنف في الاداء، يعني بدون ضغط شديد، بدون ارهاق للانسجه جامد يعني. فلو ثلاث شروط دول تحققوا احنا تمام. وطبعا لازم الناحيه الشرعيه تتفهم لهم كويس ان هو ده دي توجب الغسل، دي تمنعك من الصلاه لغايه لما تغتسل، دي مش عارف ايه. فبرضه لان في كتير قوي شباب ما كانوا ما يعرفوش الرابطه دي، صحيح. فلازم برضه يشار اليها يعني. وقت الفقرة انتهى، بشكرك جدا دكتورة هبة قطب. أرجوكم أي تساؤلات من حضراتكم في فقرة اسأل دكتورة هبة قطب على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناة النهار، انتظر تساؤلاتكم ابعتوا لنا، واللي عايز يقول اللي اسمه قول، اللي مش عايز في سرية تامة. وزي ما قلنا كمان الحالات اللي هي تحتاج لعلاج إن شاء الله سوف يتم علاجها في سرية تامة. بشكركم جدا.